أهلا بكم مجددا في أضواء على الأحداث، ونتابع في ملفنا الثاني التطورات الميدانية في ليبيا. فبعد نجاح قوات الوفاق الوطني في السيطرة على الشريط الغربي للبلاد وتقهقر مسلحي حفتر، ما تزال قوات الوفاق تحاصر قاعدة الوطية الجوية. مصادر دبلوماسية تحدثت عن اتصالات إماراتية مع دول وجهات لتأمين خروج بعض الشخصيات المحسوبة عليها من القاعدة، فيما لا يزال قصف قوات حفتر يستهدف العاصمة الليبية طرابلس. من جهة أخرى، كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون كان قد منح خليفة حفتر إذنا لشن هجوم على العاصمة طرابلس. وفي ربيع العام الماضي، أكد تقرير تركي أن روسيا كانت تحاول تجنيد مزيدا من السوريين للقتال في ليبيا مع ميليشيا حفتر. لمناقشة هذه التطورات الكاتب والباحث الليبي عبد الله الكبير. أستاذ عبد الله، كيف يبدو الوضع الميداني خاصة حول قاعدة الوطية الجوية؟ هل هناك أي تطور في تلك الاشتباكات حول القاعدة؟ نعم، تحية طيبة لك أستاذ جمال وللسادة المشاهدين. في الواقع القاعدة محاصرة من قبل قوات حكومة الوفاق، لكن ليست هناك أي اشتباكات حولها أو مع القوات التي تتحصن داخلها أو الميليشيات التابعة لخليفة حفتر. يجري قصفها بين الحين والآخر من قبل طائرات قوات حكومة الوفاق. القاعدة تقريبا هي خارج الخدمة، لم يعد بوسع ميليشيات حفتر استخدامها في استهداف العاصمة، ولكن بها ذخائر وبها سيارات مسلحة، ويعتقد أن هناك شخصيات بداخلها من خارج البلاد. طيب، إذا لماذا يتردد السراج حتى الآن في اقتحام هذه القاعدة؟ ألا يخشى أنه غير متحمس كما كان في السابق، ووجهت له انتقادات لعدم المضي في العمليات العسكرية والبقاء في استراتيجية الدفاع الخلفي؟ لا، في الحقيقة التأخير في اقتحامها يتعلق بفصيل يتبع مدينة الزنتان. هذا الفصيل موالي لخليفة حفتر، وبينما الفصائل الأخرى في الزنتان وغالبية مكونات الزنتان، بل إن قائد المنطقة الغربية للعمليات العسكرية وقائد هذه العمليات العسكرية اللواء أسامة جويلي ينحدر من مدينة الزنتان، فهناك مساعي قبلية لتجنيب أبناء المدينة، أبناء الزنتان، المواجهة المسلحة بينهما، وهناك مفاوضات على أساسها تسلم القاعدة إلى قوات حكومة الوفاق دون قتال. لكن أعتقد أن ما يعطل هذا الإجراء هو وجود ضباط غير ليبيين، ربما إماراتيون أو روس متحصنون داخل القاعدة ويبحثون لهم عن منفذ آمن وخروج آمن من خلال تونس. يعني هل هناك معلومات فعلا عن إخراج هؤلاء عبر حكومة الوفاق؟ لا، ليس عبر حكومة الوفاق. المساعي هي أن يوفر لهم ممر آمن من خلال بعض المجموعات المسلحة التابعة لحفتر لكي يغادروا عن طريق تونس، لأن مغادرتهم عن طريق البر محفوفة بالمخاطر. إذا قرروا أن يذهبوا إلى معاقل حفتر في الشرق عبر البر سوف يستهدفون بالطيران المسير. هذه كلها احتمالات، لكن ينبغي أن ننظر إلى الأمر من زاوية جغرافية. القاعدة مساحتها 30 كيلومتر مربع، مساحة هائلة جداً،
وحولها على مسافة 25 كيلومتر من كل الاتجاهات ليس هناك أي معمار، صحراء قاحلة، فحتى التقدم فيها في وجود طائرات مسيرة لحفتر يمكن أن تنطلق من الجفرة ومداها طيرانا يصل إلى 22 ساعة هو أيضا أمر محفوف به. إذن أليس استمرار حصار هذه القاعدة دون حسمها نهائيا أيضا يمثل خطر على حكومة الوفاق؟ ممكن أن تأتي إمدادات لخليفة حفتر ويستهدف المحاصرين. لا، لن تكون هناك أي إمدادات، لا يستطيع حفتر الآن إيصال أي إمدادات لقواته المحاصرة في المنطقة الغربية سواء في الوطية أو في ترهونة، لأن طائرات قوات حكومة الوفاق تستهدف أي إمدادات تصل من هناك. أيضا عملية القاعدة في حد ذاتها معطلة، بمعنى أن حتى البارحة 5 غارات جوية من قبل الطيران المسير، المهبط معطل، المرافق الأساسية فيها معطلة، الضباط الذين كانوا يقومون بصيانة الطائرات ويعدونها لقصف طرابلس تم أسرهم في عملية خاطفة تمت خلال الأسبوعين الماضيين. طيب، إذن ميدانيا هذا التطور الكبير ماذا يمثل بالنسبة لحكومة الوفاق؟ أن تعطل قاعدة جوية هي الأهم في الغرب الليبي، هل تخشون أن يعوض ذلك حفتر بتكثيف قصفه بالطائرات البعيدة المدى على العاصمة طرابلس؟ لا، بالنسبة للقاعدة كانت إحدى القواعد التي يستخدمها حفتر في استهداف العاصمة، الآن أصبحت خارج الخدمة. عندما تستلمها حكومة الوفاق، إذا استلمتها بشكل سلمي من قبل المجموعات التابعة للزنتان من خلال مفاوضات قبلية، جيد، وإذا لم تتم هذه المفاوضات والتسليم فأعتقد أنه سيجري اقتحامها والسيطرة عليها من قبل قوات حكومة الوفاق. المهم في الأمر هو أن حفتر يفقد جزء آخر من المنطقة الغربية، لم يعد له وجود في المنطقة الغربية إلا في مدينة ترهونة، خسر كل المناطق تقريبا، القاعدة معطلة، ومسألة استلامها من قبل قوات حكومة الوفاق هي مسألة وقت، ومن ثم يكون قد قطعت يد حفتر في المنطقة الغربية وتقهقر وتراجع إلى ما بعد مدينة سرت. طيب، الآن حول التقارير التي تحدثت عن منح الولايات المتحدة الأمريكية ضوء أخضر العام الماضي عبر جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق لمهاجمة طرابلس، كيف تنظر لذلك؟ هذا الحقيقة هذا أمر ليس بجديد، يعني منذ أن بدأ حفتر عدوانه على طرابلس ذكرت عدة تقارير صحفية أنه تلقى ضوء أخضر من بولتون، قال له افعل ذلك ولكن بسرعة، ظنا منه أنه يستطيع أن يسيطر على العاصمة في وقت وجيز. نعرف أن الإدارة الأمريكية منقسمة حيال الملف الليبي، بينما ترامب ومستشاره السابق والبيت الأبيض بشكل عام هو أقرب إلى حفتر بسبب تأثير السيسي وبن زايد أو مصر والإمارات، بينما وزارة الخارجية وغالبية الكونغرس ليسوا مع حفتر ومع حكومة الوفاق ولا يرون حلا عسكريا للأزمة الليبية. هذا هو السبب في تحيز البيت الأبيض والمستشار السابق لخليفة حفتر ومنحه ضوءا أخضر. اتضح فيما بعد أن هذا الانحياز الأمريكي أو جزء من الإدارة الأمريكية لحفتر وإنما أصبح يصب في مصلحة روسيا. شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث الليبي عبد الله الكبير. إلى موضوعنا.